السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب إذا دعا أن يدعو ثلاثا. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: كان أحب الدعاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو بثلاث.